بوجود الضعفاء ومثلا المهجرين وكده، يعني هناك كرم من الله على هذا المجتمع اللي بيستضيف هؤلاء؟ يعني اولا على المجتمعات بوجه عام، التركيه وغير التركيه، ان يدرك الجميع، انظروا الى تراثكم، التراث التركي العثماني معروف، بتجد في البيوت في الشوارع سبيل كذا وقف كذا، كل هذه الاوقاف والسبل والاماكن كلها والتكايا كلها ارث، ارث صدقات وارث تعامل حسن وارث علاقات ويعني اخلاق مغروسه ومبثوثه. كل هذه الاماكن في البانيا وفي قلب اوروبا، الاوقاف الاسلاميه والاوقاف العثمانيه وغيرها، كل هذا تراث. السبب في معامله، المعامله التي تعامل بها الاتراك، الاتراك نفسهم لو نظروا في لغتهم دلاله على ان اللغه، ما فيش لغه في الدنيا بيور 100% صافيه كده، النقاء العقدي واللغه ما فيش كلام في المجتمعات. اللغه التركيه من 20 ل 25% منها عربي، ونسبه اخرى فارسي، ونسبه اخرى لاتين، وهكذا. اللغه العربيه فيها بعض الكلمات اعجميه عربت، يعني اللغات الاجنبيه فيها نفس الحاله، لا تسلم لغه، اللغات تتاثر وتؤثر. فاذا دا على المستوى البسيط في اللغه، فايضا الصناعات والتاريخ هذا عمق كبير. الجزء اللي على المقيمين او المجنسين او اللاجئين، هنا يظل جزء معين الناس بتتعامل معه. معظم هذه الشرائح اولا على الناس ان يعطوا صوره حسنه بعيدا عن المصلحه، من باب الوفاء والفضل. المكان له على الانسان ضريبه. النبي صلى الله عليه وسلم حينما هاجر الى المدينه، لان المدينه هي التي ناصرته وفعلت فتح مكة، لم يعد لمكة، لم يعد إلى بيتي في مكة، عاد إلى المدينة. ما بقولش إن كل واحد سافر بلد ما يرجعش البلد، لا، بقول لك إن لأي درجة هذا التكريم. هو الصحابة بالمناسبة الذين هاجروا من مكة إلى المدينة. الشاهد سيدنا يوسف عليه السلام لما يعني إخوانه ألقوه في الجب وذهب إلى مصر وسجن في مصر اللي هي البلد التي آوته، سجن، ومع ذلك لما طلب منه أداء خدمة خدم، فسر الرؤيا ووضع خطة لإنقاذ مصر من المجاعة. هذا هو التفكير السليم. الإنسان يكون مواطنا صالحا أو عضوا صالحا في أي مجتمع، أن يكون في أي مكان. حتى الصحابة الذين هاجروا إلى الحبشة لم نسمع عن حادثة عنف قاموا بها، ولا مخالفة لقوانين البلد، ولا الإيذاء ولا الضرر، بل النفع، النفع بكل ما استطاعوا. هذا هو واجب المسلم في كل مكان، تركيا وغير تركيا، حتى في أوروبا، حتى في أي مكان، واجب المسلم أن يكون عضوا نافعا يألف ويؤلف، كما قال صلى الله عليه وسلم عن المؤمن، إلف يألف ويؤلف، يعني يألف الناس ويألفه الناس. ده رقم واحد. اثنين، أن الناس تراعي ثقافات البلد التي فيها، أن الواحد يراعي ما الشيء الذي لا يعجب أبتعد، حتى لو كان الشيء ده مش عيب عندي ببلدي ولا غلط عندي ببلدي، لكن عندي غيري غلط، الأولى أن أنا أراعيه. زي ما بنروح أوروبا والراعي القوانين والراعي الثقافات أيضا، وزي ما بنطالب الغرب لما يجي بلادنا يحترم ثقافتنا وديننا، نفس الحالة. الأمر الثالث، أن الناس يعني عليها أن تسعى إلى الاندماج. أنا بقول كلام نصائح، قد أكون أنا نفسي مخفق في أشياء وناجح في أشياء، مش معنى أن أنا يعني السوبرمان اللي بقول الأفكار الجهنمية الرائعة العظيمة اللي على الناس أن تنفذ، لا، أنا بنصح وأنا أضع نفسي في خانة المنصوح ولست الناصح. الاندماج المقصود هنا ليس معناه الذوبان الذي يعني، لان ده برضه ده مشكله، بعض الناس لما بيندمج وينسى الاولاد بينسوا العربي وينسوا ويبدا اندماج على حساب الاصول التي عليه ان يحافظ عليها، اللي هي القاعده التي وضعها العلماء في مجلس الافتاء الاوروبي، اندماج بلا ذوبان وتمسك بلا انغلاق. نتمسك بثوابتنا دون ان ننغلق على المجتمع، ونندمج في المجتمع دون أن نذوب فيه، فتنتهي الفوارق اللي هي تحافظ على هوية كل شخص. لا التركي هتغير مني كل ثقافته عربي مصري صرف، ولا العكس، ولا ده مطلوب لا منك ولا منه، مطلوب التعايش، لأن المجتمعات مهما اختلفت ثقافاتها توضع صيغة لأن يتعايش الجميع. شفنا ده في أوروبا، في أمريكا، في غيره، وابحث عن النوابغ في العالم الأوروبي والغربي، ليسوا من البلد التي نبغ فيها. اينشتاين خد نوبل وهو في امريكا وليس امريكي. فلان عدد كم نوبل، احمد زويل جنسيته امريكي لكن الاصل مصري، وهكذا. لما نمسك الجنسيات والنوابغ معناها ان الدول العاقله تحسن الاستفاده من الذين ياتون اليها،
حتى وإن حافظ على أصله ما دام هذا الأصل يتعارض مع المواطنة والمعاشة عنده. فدي أدوار مطلوبة. القنوات نفس الحالة، حتى قنواتنا العربية عليها دور معين في أن هي تبين وتبرز ويبقى فيها. طبعا البعض قال ولو برامج، يعني ده أمر قد يصعب أن يتعمل برنامج بالتركي، لأن حتى التركي مش هشوفه. التركي اللي عايز يشوف برنامج هشوفه على قنواته. يبقى الأولى أن لا، القنوات التي تخاطب التركي بالتركية هي التي يكون فيها برامج تدعو إلى التعايش وعدم التعصب، وأن هذا الخطاب العنصري لا يتوافق لا مع الإسلام دين الغالبية ودين الدولة، ولا يتوافق مع تاريخ وأصول وأخلاق هذا الشعب الذي لم يعرف عنه من قبل مثل هذه العنصرية التي زادت بشكل لم يكن مقبولا أو رأيناه بشكل طبعا. وده حصل من سياسيين، يعني كان الأولى ده يحصل من بعض الجهلة، لكن أما يحدث من سياسيين يعني يدغدغون مشاعر الناس لنيل الأصوات هذا ليس مقبولا. فالأولى أن المجتمع يرد السياسيين الجانحين إلى الأصول، إلى أصول هذا المجتمع، أصول هذا الشعب. كل هذه طبعا يعني نصائح قدر الاستطاعة، يعني قد يكون هو فيها ما هو صواب وفيها ما ليس بصواب على حسب أفكار الإنسان نفسها. لكن ما أردنا بذلك إلا يعني أن نتمثل قوله تعالى إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت،